لأول مرة وفي حلقة خاصة فورتك من أمريكا اللاتينية. نعم، من المكسيك، أكبر الدول الناطقة باللغة الأسبانية. نختبر تقنيات تكتشف الماضي وتعالج الحاضر وتسافر إلى المستقبل. فأهلا بكم جميعا. Bienvenido a México. إنها مدينة أينما تجولت فيها ترى آثار حضارات سابقة، لكن مدينة مكسيكو ليست محطتنا الوحيدة. مرحبا بكم من مدينة بويبلا، هذه المدينة المكسيكية التي تشتهر بعدد كنائسها الكبير والتي تنتشر بكافة طرقات مركزها التاريخي. لم آتي لهذه المدينة لمشاهدة هذه الكنائس الشهيرة والجميلة أيضا، ولكني جئت للتعرف على مشروع علمي للاتصال بالسماء وللتعرف على المجرات بطريقة علمية. في العاصمة المكسيكية يعيش أكثر من 20 مليون نسمة، ومن أكثر ما يفتقدونه الماء. تيو تي تي وا وا كان كان تيو تي وا كان. لم أجد أفضل من خورخي سائق التاكسي الذي أوصلنا إلى هذا المكان لتعليمي لفظ هذه الكلمة باللغة الإسبانية. الآن أصبحت جاهزا لتصوير بداية تقريري. Gracias. Okay. Thank you. من يزور المكسيك عليه أن يأتي إلى هنا، إنها مدينة تيوتيواكان. لن أخفي أن جزء من هدف زيارتي إلى هنا هو لرؤية هذه الآثار وتحديداً هذه الأهرامات التي تعتبر الأشهر في القارة الأمريكية، بل أيضاً لتعرف على بعض التقنيات التي يستخدمها علماء الآثار لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة الشعوب والحضارات التي عاشت هنا قبل آلاف السنين. دينيس، قبل أن نغوص في التفاصيل التقنية، اشرحي لي بداية باختصار عن أهمية مدينة تيوتيواكان لعلماء الآثار هنا في المكسيك. Well, this is a great site. It's a very large site. Even هذا المكان رائع للغاية، فهو من أكبر المواقع الأثرية الشهيرة في أمريكا اللاتينية. كما ترى تحيطنا المعالم الكبيرة جدا، ونحن كعلماء آثار نهتم كثيرا بذلك. I'll help you with this. Thank you. Let's go. هذا قصر قلعة بابالاتو الذي تم اكتشافه عام 1960، وهذه القلعة مهمة لأنها لا تزال تحتفظ بالعديد من مزاياها الأصلية التي نرغب كباحثي آثار بدراستها. Thank you.
بداية دينيس، اشرحي لي عن أهمية هذه الآلة وما هو دورها. هذا جهاز نقال للتحليل باستخدام الأشعة السينية. من خلاله أتعرف على مكونات العناصر الداخلة في تركيب أي جزء صلب. هذه اللوحات الجدارية الأثرية ليس من المعقول تحطيمها أو تعريضها للأذى، لذا كان من الضروري استخدام أجهزة تقنية لا تتسبب بكسر أجزائها أو تفتت معالمها. إذن سأدعك الآن تبدأين بهذه التجربة ونرى النتائج. نأخذ الجهاز ونضعه على سطح الجدار ونضغط على زر الإدخال من الحاسوب. بعدها يبدأ الجهاز بقراءة وتحليل العناصر الموجودة في الرسم الجداري، وبالنظر إلى البيانات يتضح أن هناك عنصر الكالسيوم وعنصر الحديد في مكونات الجدار. لدينا أيضاً كمية ضئيلة من الكبريت. ما أهمية الحصول على مثل هذه النتائج وماذا تعني لكم أنتم كعلماء آثار؟ هناك العديد من العناصر الكيميائية التي كانت تنتج في العصور القديمة، فمن اللون الأحمر نستدرك أن أكسيد الحديد كان موجوداً، وكذلك خام كبريتيد الزئبق، وهو خام باهظ الثمن ولم يكن من السهل الحصول عليه، ما يعني أن هذه المنطقة كان ذات قدرة اقتصادية وثراء كبير للحصول عليه. إلى أي مدى يخترق هذا الإشعاع أو الليزر الحائط؟ هذا الجهاز سطحي جدا، ويعتمد مدى اختراقه للمادة التي يحللها على طبيعة تلك المادة، لكنه سطحي. أريد أن أشكر فيرونيكا على تسهيل التصوير لنا في هذا المكان وأيضا السماح لنا بدخول إلى أماكن لا يدخل إليها السياح الآخرين. في هذا الجزء اكتشفنا ثلاث طبقات من الأرضيات تم بناؤها في ثلاثة عصور مختلفة. أخذنا عينات منها وأرسلناها إلى المختبر لنتعرف على العصور التي بنيت فيها. Excellent. إذن سأتوجه الآن إلى المختبر حيث تم إرسال هذه العينات ونرى النتائج والتقنيات المستخدمة هناك. سوف أعطيك هذه الحقيبة. Thank you very much. Thank you. وصلت الآن إلى جامعة أونام حيث يوجد هذا المختبر، وهي تعتبر أكبر جامعة في أمريكا اللاتينية، يدرس فيها حوالي 340 ألف طالب. سوف أبحث الآن عن كلية الجيوفيزياء. دكتور أنا، هذه هي العينات التي تم جلبها من الموقع الأثري بالقرب من الهرم. اشرحي لنا بطريقة مبسطة عن الاختبارات التي تجرونها في هذا المكان. هذه عينات لمادة الأستوكوس التي هي عبارة عن خليط من الكالسيوم وأجزاء وحجارة بركانية خلطت مع بعضها البعض بعد سحقها، كانت قد قذفتها الحمم البركانية المحيطة بهذه المنطقة. استخدمت هذه المواد في تشييد جدران وأرضيات المنازل. في هذا المختبر نقيس سجلات الحقل المغناطيسي في خليط الأستوكوس الذي يحتوي على ذرات معادن مغناطيسية صغيرة الحجم جداً تخزن تلك المعلومات. تلك الآلة هي عبارة عن مقياس للمغناطيسية، والعينات يجب أن تكون ذات مقاسات معينة ليتم إدخالها فيها. بعد أن قمنا بمعايرة العينة نضعها داخل آلة قياس الحقل المغناطيسي ونجري عليها قياسات من أربعة اتجاهات. نعزل أكبر جزء من المجال المغناطيسي من خلال هذه الجهة. عندما يدور الجهاز يتولد فرق جهد كهربائي نقوم بقياسه. يبقى المجال المغناطيسي مخزناً لوقت طويل داخل هذه العينات لأنها ترجع لصخور قد يبلغ عمرها آلاف بل ملايين السنين.
هذه هي أحجار بركانية أصلية لا تزال جامعة أونم تحتفظ بها، حيث أن مدينة مكسيكو سيتي تحيط بها مجموعة من البراكين ثارت قبل مئات السنين، ما أدى بالتأكيد إلى التأثير على الحضارات الموجودة في هذه المدينة، ومنها موقع أتوجه إليه الآن. هذا واحد من الأهرامات فريدة التصميم في المكسيك بل في العالم بسبب شكله المستدير. الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 25 متراً وقطره 150 متراً استخدمت في بنائه أحجار بركانية، لكن بعد بنائه بحوالي 300 عام ثار بركان قريب من هذا المكان، ما أدى إلى طمر هذا الهرم وطمر كل المعلومات المتوفرة عنه. لكن علماء الآثار هنا يستخدمون تقنيات جيوفيزيائية لمعرفة ماذا يوجد داخل هذا الهرم. علماء الآثار هنا أعدوا تجربة حية لنا لنفهم أكثر هذه التقنية. هلو خيرادو. هلو. Nice to meet you. Nice to meet you. خيرادو، اشرح لي أكثر عما تفعلونه هنا وما الذي تحاولون الوصول إليه. Okay, the idea is that عبر هذه الآلة نفحص طبقة التربة التي تلي الطبقة السطحية. ترسل الآلة تياراً كهربائياً في طبقة التربة من نقطتين مختلفتين لقياس فرق الجهد الكهربائي. من خلال قيمة التيار الكهربائي وقيمة فرق الجهد الكهربائي نحسب مقدار المقاومة النوعية لطبقة التربة تحت السطحية. كل مادة في الطبيعة لديها خواص مقاومة مختلفة، فإذا كانت مقاومة ضعيفة يعني ذلك أن التيار الكهربائي سيسير بكل حرية. عملنا يتركز على تصنيف المعادن أو العناصر داخل طبقة التربة تحت السطحية من خلال تعيين نقاط معينة وقياس قيمة مقاومتها، ومن ثم رسم شكل ثلاثي الأبعاد للطبقات الداخلية للتربة لنتوصل في النهاية إلى فهم الأشكال التي توجد داخلها، أكانت غرفاً أو كهوفاً أو أي شيء. نرى مجموعة من الألوان في هذه الصورة، ماذا تعني تلك الألوان واختلافها بالنسبة لكم؟ any color. كل لون يعبر عن جسم ما، قد يكون جداراً أو كهفاً أو مصنعاً. لو نظرت إلى هذه المجموعة الأولى من الألوان ربما تلاحظ أنها غير واضحة، وبإمكاننا الحصول على صورة أوضح عن طريق إجراء فلترة للألوان. وهنا أقوم بإقصاء قيم المقاومة المنخفضة للتيار الكهربائي، وبالتأكيد الصورة التي نحصل عليها تكون مختلفة تماماً، وأبقي القيم التي تساعدني في الحصول على ما أبحث عنه. من قام ببناء هذا الهرم ربما كان على يقين بأن هناك علاقة بين تصميمه ومواقع النجوم، ربما هذا كان قبل آلاف السنين، لكن الآن في المكسيك هناك مراكز متطورة جداً لدراسة النجوم. أتمنى لو كنتما معي خلال تصوير موضوع الأهرامات واستمتعتما بسحر ذلك المكان، لذلك سأهديكما هذين الهرمين. شكراً نسيم. مش غراتياس. يعني لم يحارفنا الحظ لنذهب إلى منطقة الأهرامات ونراها على أرض الواقع، لكن الكثير من التحف الموجودة هنا تعكس حضارات الشعوب التي تعاقبت على المكسيك ومعتقداتها، خاصة تجسيدها لقوى الطبيعة كالشمس والريح والأرض. صحيح داليا، هذا هو ماضي المكسيك، لكن المجتمع المكسيكي حالياً هو قادر على المنافسة في مجالات علمية معقدة. سأعرفكم على مشروع محدد اليوم سيكون مفيد للإطلاع عليه. عظيم. مرحباً بكم من هذه النقطة النائية في المكسيك. جئنا بالسيارة لمسافة 3 ساعات تقريباً لنصل إلى هذه النقطة التي ترتفع
3000 متر فوق سطح البحر. هدفنا هو الوصول إلى هذه النقطة. سنقود السيارة لمسافة تصل إلى نصف ساعة تقريباً للوصول إلى ارتفاع 4000 متر، حيث وضع هذا التلسكوب الذي يعمل على جمع الأشعة التي تصل إلينا من الفضاء الخارجي لدراسة بعض الظواهر الكونية التي ستساعد العلماء في المستقبل على فهم طريقة انفجار النجوم، وأيضاً كيف تلتئم المجرات المختلفة وتصطدم ببعضها البعض. إذن نحن نتقدم ببطء باتجاه ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر. وصلنا إلى هذه النقطة حيث بدأت بالشعور بصعوبة في التنفس وأيضاً بعطش بسبب رقة الهواء في هذا المكان. لو قمت بفتح هذه الزجاجة من المياه الغازية فإن المياه الغازية ستتدفق منها بشكل سريع بسبب اختلاف ضغط الهواء. حولي هنا 300 خزان المياه، هي مليئة بكمية كبيرة من المياه يستخدمها العلماء لاختبار بعض الأشعة التي تصبح أكثر وضوحاً عندما تمر من خلال المياه المخزنة هنا. سنتجه بعد قليل إلى نقطة أعلى قليلاً لمشاهدة هذه المساحة بشكل أفضل. لنذهب معاً. أهلاً أرتورو، شكراً لاستضافتنا هنا. يبدو أنك ستأخذنا لمنطقة أعلى قليلاً لمشاهدة هذه المساحة بشكل أفضل. هذا الموقع يبدو بأنه موقع عمل مضني، قمتم بتجهيز هذا الموقع على مدى سنوات. هل يمكن أن تخبرنا ماذا نقوم بمشاهدته هنا؟ What we have here is gamma rays. ما لدينا هنا هو مرصد لأشعة جاما والمعروف باسم هوك. إن الطريقة التي نستخدمها لرؤية أشعة جاما هي خزانات مياه. لدينا هنا 300 خزان مياه مليئة بمياه نظيفة وقد وضعت المجسات داخلها. لدينا 4 مجسات في كل خزان. ما يجري هو أنه عندما تصل أشعة جاما إلى الخزان على شكل زخات ونستطيع رؤيتها عندما تتحول إلى ضوء داخل خزانات تشيرينكوف. لماذا تحتاجون إلى هذا العدد الكبير من خزانات المياه؟ ولماذا قمتم بوضعها على ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر؟ عندما تصطدم أشعة جاما بالغلاف الجوي للأرض فإنها تتكسر إلى جزيئات متعددة. عندما تصل هذه الجزيئات على شكل زخات مثل شلال المياه فإنها تتوزع على مساحة أكبر باتجاه سطح الأرض. إذن كلما زاد ارتفاع موقع المرصد فإن كثافة الجزيئات تكون أكبر. الأمر الآخر إن السبب وراء استخدام 300 خزان مياه هو أن وجود مساحة كبيرة تمكننا من التقاط جزيئات أكثر. إن هبوط الجزيئات على مساحة صغيرة من المرصد قد يجعلنا نخسر الكمية المتبقية، أما استخدام منطقة أكبر تمكننا من مراقبة مساحة أوسع من الكون بما في ذلك انفجار النجوم التي تطلق أشعة جاما. لذلك نحن جعلنا المرصد كبير المساحة وعلى ارتفاع كاف للحصول على جودة أعلى. ولكن ما الذي يحدث داخل كل خزان من هذه الخزانات؟ When these particles come, عندما تصل هذه الجزيئات إلى سطح الأرض فإنها تدخل إلى خزان المياه. تسافر هذه الجزيئات عادة بسرعة قريبة من سرعة الضوء، ولكن وعند دخولها إلى الخزان فإن سرعتها تكون أسرع من الضوء في الماء، ولذلك فإنها تحتاج إلى أن تتخلص من الطاقة الإضافية ولذلك تبدأ بإصدار ضوء. لدينا 2000 لتر من المياه النقية في كل خزان، وفي داخل كل خزان وضعنا 4 مجسات تحول الضوء إلى إشارات إلكترونية، وبذلك نستطيع أن نرى الجزيئات عند دخولها إلى الخزان من خلال مشاهدة الفوتونات.
so we can catch that photons. فلنذهب إلى داخل هذه الغرفة التي نستخدمها للتحكم بالموقع. سأريك أمراً ما هنا. هذه بيانات مباشرة لما يحدث في هذا الموقع. هي تعكس ما أخبرك به أرتورو قبل قليل حول كيفية عمل هذا المرصد. وتمثل الألوان الوقت الذي وصلت فيه الجزيئات إلى الخزانات. تصل أولاً إلى ركن محدد، ثم تصل إلى بقية الخزانات. هذه الألوان تحدد لنا اتجاه وصول أشعة جاما. أول شيء نعمل عليه هو القمر الذي يبدو هنا، ونرى هنا كيف يحجب القمر وصول الجزيئات. وأيضاً فإن انحراف مكان القمر باتجاه اليسار يؤكد دقة البيانات تحت تأثير المجال المغناطيسي للأرض. نقوم أولاً بوضع خريطة للسماء فوق المرصد. هذه الألوان تعكس نشاطات أشعة جاما. هل هذا صحيح أرتورو؟ علينا أن نعرف أولاً أن هذا المرصد يرى كافة جوانب السماء فوقه، وهو يخالف عمل التلسكوب الذي ينظر باتجاه محدد. إنه مرصد لكافة السماء طوال الوقت. مثلاً هذه مجرة كاب، وهذه مجرة ماكاريان والتي يصدر عنها الكثير من أشعة جاما. هذه أيضاً ماكاريان 421. هذه المنطقة هي مجرتنا التي نشاهدها عبر المرصد هوك. أحد الأمور التي تميز المرصد هي أنها ترصد فقط الأمور المتغيرة في السماء، مثلاً انفجارات تشهدها ماكاريان في بعض أيام يونيو حزيران 2013، وازدياد انبعاثات أشعة جاما. هذه أحداث مع وفاة نجوم أو اندماج ثقوب سوداء، ونقيس حجم هذه النشاطات وكمية الأشعة. أرى هنا أحد المجسات التي تستخدمونها داخل الخزانات، خزانات المياه. هل يمكن أن تشرح لنا ما هي طريقة عمل هذا المجس؟ نعم أرتورو، اشرح لنا أجزاء المجسات، فهي قلب المشروع. هذا هو هوك، وهو مجس لتضخيم الضوء بغرض رصده، وهو يحوي مساحة لالتقاط الفوتونات. الضوء يصل من هذا الاتجاه ويولد الإلكترون. هذا المجس محكم لمنع دخول المياه إلى الإلكترونيات الموجودة في الداخل. كما ترى هي محكمة الإغلاق لمنع دخول المياه. يتم استبدال هذه المجسات وإصلاحها. لدينا 1200 مجس من هذه المجسات. هذه أكثر المجسات حساسية، حيث بإمكانها التقاط كل فوتون واحد. لدينا 4 داخل كل خزان. Can be detected with one of these sensors, and we have 3 of them, in 4 of them in each one of our detectors. إذن بعد أن أمضيت يوم كامل من التصوير في هذا المكان الجميل جدا، سأضطر إلى مغادرته، والسبب أنه بمجرد غياب الشمس ستنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، كما أن انخفاض نسبة الأكسجين وانخفاض أيضاً ضغط الهواء في هذا المكان بدأ بالتأثير علي. لذلك سأعود إلى القرية التي سأسكن فيها هذه الليلة، ثم سأتجه إلى العاصمة المكسيكية لأنضم لنسيم وداليا. غادرنا قبل ساعتين تقريباً موقع التصوير باتجاه مدينة بويبلا، ولكن للأسف تعطلت هذه السيارة في الطريق إلى هذه المدينة، فظللنا هنا على الطريق السريع بانتظار النجدة. أنيس، ربما آخر ما كنت تتوقعه بل تتمناه
أن تتعطل السيارة في هذا التصوير. بالطبع نسيم، أمضينا 4 ساعات على الطريق السريع بانتظار النجدة. متى وصلتم إلى بويبلا؟ وصلنا إلى بويبلا عند منتصف الليل، ولكن هذا العناء نسيناه تماماً في اليوم التالي عند مشاهدة هذه المدينة الجميلة وأيضاً الخضرة المحيطة بها. ما من اللافت للنظر فعلاً أننا يعني نتحدث عن خضرة تحيط بكامل مدينة بويبلا التي كان بها أنيس، بالوقت الذي نتحدث هنا عن عطش مدينة المكسيك ونفاد معظم مصادر المياه التي يشرب منها أهل هذه المدينة. قبل حوالي 8 قرون من اليوم كانت مدينة المكسيك عبارة عن بحيرة كبيرة اشتهرت بحدائقها العائمة، حيث عاشت حضارات شهيرة كسوتشيميلكاس والأستيك. هذا بعض مما بقي من تلك الفترة وتحول اليوم إلى أماكن سياحية، بينما تحولت مدينة المكسيك إلى أرض عطشة. صهاريج المياه التي ترونها إلى يساري هي إحدى مصادر الماء القليلة بالنسبة لسكان مدينة المكسيك. هذه المياه مدعومة حكومياً من قبل الدولة، لكن بالرغم من ذلك لا تزال عالية الكلفة بالنسبة للكثير من العائلات. Sí hay agua potable, nada más que no le dan a toda la familia no se le da. تتوافر في مدينة مكسيكو مياه صالحة للشرب، لكنها ليست كافية بالنسبة للعائلة، لذا عليهم استخدام مياه الأبار، وهي متوافرة 24 ساعة في اليوم طوال السنة، وبثمن أقل مما يدفعونه عادة لإيصال الصهاريج إلى بيوتهم. تصل سعة صهريج كهذا إلى حوالي 80 متراً مكعباً، وعادة الناس الذين يحتاجون الماء يطلبون الصهريج مرة في الشهر. نحن لا نعرف عدد العائلات التي تطلبه، لأن بعضها مستأجر وبعضها يتشارك الصهريج، لكننا نرسل 3 دوريات بحيث يتم توزيع 60 صهريجا تقريبا في اليوم الواحد. هذه بلدة زكاتون على أطراف مدينة المكسيك، حيث تعتمد مئات العائلات على مياه الصهاريج للحصول على حاجتهم. لكن مع تفاقم أزمة المياه بشكل عام هنا في مدينة المكسيك، اتجهت إحدى الشركات المحلية لتطوير تقنية جديدة للحصول على المياه من خلال تجميع مياه الأمطار. Hello David. Hello. Hey, how are you? Good, good. قد يبدو من الغريب الحديث عن تجميع مياه الأمطار في هذا الجو المشمس تحديداً اليوم. إن شاء الله الشتاء بزاف. تتكلم العربية؟ لم أكن أعرف ذلك. No, so yes, the bright shiny day. إنه يوم مشمس وجميل، وليست هناك أي أمطار. في المكسيك الأمطار موسمية وتهطل لمدة 6 أشهر في السنة، لكننا الآن في موسم الجفاف ونقوم بتركيب الآلاف من الأنظمة استعدادا لموسم الأمطار. هذا سطح المنزل حيث نقوم بتجميع الأمطار، ونجمع نحو 100,000 لتر من مياه الأمطار في مساحة 100 متر مربع. لكن هنا في منطقة زكاتون جنوبية العاصمة المكسيك التي تعاني كثيراً بسبب أزمة المياه، يوجد حوالي 750,000 شخص ليس لديهم إمكانية الحصول على المياه في بلد يقطنه 80 مليون نسمة، مما يعني أن واحداً من بين كل 10 أشخاص ليس لديهم مياه. لدينا هنا أزمة حقيقية، وبحلول عام 2030 تتوقع كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي أن تنقص المياه بنسبة 30%. حوالي 70% من المياه هنا نستخرجها من المياه الجوفية، وبسبب الاعتماد على تلك الآبار بشكل أساسي ينخفض مستوى المدينة متراً كاملاً كل 10 سنوات. أما 30%
الباقية فنحصل عليها من واد على الطرف الآخر من المدينة ونضخها عبر مسافة 200 كيلومتر، ما يتسبب باستهلاك كبير للطاقة يعادل إنفاق مدينة يقطنها 8 ملايين شخص، وذلك فقط للحصول على المياه. وما إن يصل الماء إلى شبكة مياه المدينة نفقد تقريباً 40% منه ضمن التمديدات، وبالتالي لدينا عائلات تمضي أسابيع كاملة دون الحصول على قطرة ماء. لكن في شركتكم كيف تقومون بمساعدة الناس للحصول على المياه؟ في إيسلا أوربانا نقوم بتصميم أنظمة لتجميع مياه الأمطار، وطريقة عمل النظام هي تجميع مياه الأمطار على سطح المنزل كهذا الذي نقف عليه، ثم تتدفق المياه عبر أنابيب لتتم تنقيتها قبل أن تصل للخزانات الأرضية التي يتم منها ضخ المياه إلى أعلى مجدداً للخزانات الخاصة بها لنقوم بتنقيتها مرة جديدة. بالنسبة للتقنيات التي تستخدمونها في تركيب هذه الأنظمة، كيف قمتم بتعديلها أو بتطويرها لتناسب البنية التحتية لمنازل هذه البلدة؟ إحدى فوائد أنظمة تجميع مياه الأمطار في المكسيك هي أن معظم البنى التحتية التي تحتاجينها لتركيب نظام كهذا موجودة من أصل المنازل، أي سطح المنازل والخزانات الأرضية والمضخة وخزان مياه الشرب. إذا نظرت إلى أسطح المنازل فإنك ستلاحظين أن معظم العائلات لديها بعض هذه المعدات، ما يخفف من تكلفة الأنظمة عليهم بنسبة 50%، إذ تصل كلفة النظام للعائلة الواحدة إلى $1000. ونحن مؤمنون أن هذه التقنية يمكن أن تشكل دعماً جديداً لأساليب الحصول على المياه بدلاً من الاعتماد فقط على ضخ المياه من الجبل أو استخراجها من الآبار الجوفية. وحتى اليوم قمنا بتركيب ما يفوق 3200 نظام بالكامل، 200 منها في منطقة زكتون فقط. الرقم كبير بعض الشيء بالنسبة لحجم هذه البلدة، بينما نقوم الآن بالمقابلة يتم تركيب نظام جديد للمنزل الذي نقف على سطحه الآن. سنذهب إلى الأسفل ونلقي نظرة أقرب على كيفية تركيب هذا النظام. والآن انتهينا للتو من تركيب نظام آخر جديد لتجميع مياه الأمطار. Thank you so much, David, and good luck with your project. إذا تم الآن الانتهاء من تركيب نظام تجميع وضخ المياه في هذا المنزل، لكن كيف كانت طبيعة الحياة قبل الحصول على هذا النظام؟ لنرى معاً. من قبل كانت المياه تصلنا عن طريق أنابيب ممددة تحت الأرض، لكن قطع هذا المصدر وباتت المياه تصلنا عن طريق الصهاريج، وأحيانا لا يكفينا ما يصلنا. لدينا القليل من الماء ومساحة قليلة لتخزين ما يتوافر منه، لكن المشروع الجديد الذي أتوا به يمكن أن يساعدنا كثيراً في حفظ ماء المطر. أما حالياً مثلاً عندما نستخدم الحمام ليس لدينا خيار سوى استخدام وعاء كهذا لصب المياه لأنها ليست متوافرة بشكل كاف. ما مدى تكلفة الحصول على المياه من الصهاريج بالطريقة التقليدية هنا مقارنة بمتوسط الدخل لعائلتك مثلاً؟ يكلفنا الصهريج الواحد عادة حوالي 70 بيسو، أي أقل من 4 دولارات أمريكية في الشهر، ولكن في حال عدم توافره يرتفع ثمن الصهريج إلى 600 بل حتى 1000 بيسو، وهذا السعر يعتبر غالياً جداً مقارنة مع دخلنا الشهري القليل عادة. لذلك نحاول أن نحافظ على الماء وندورها، فمثلاً عندما نستحم نحتفظ بالمياه لاستخدامها في دورة المياه، والشيء ذاته نفعله بمياه الغسيل، نحاول أن نقوم بعملية تدوير المياه لاستغلالها لاحقاً.
قبل 7 أعوام من الآن كانت كلارا التي سألتقيها بعد لحظات تعاني من ذات الأزمة التي يعاني منها غيلبرتو والكثير من المكسيكيين بسبب نقص المياه، إلى أن باتت الأولى التي استخدمت نظام إزلا أوربانا هنا في المكسيك ولا تزال تستخدمه حتى هذه اللحظة. Hola. 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 ¿Cómo estás? Perdón. ¿Cómo estás? ¿Bien? كلارا حدثيني، كيف اختلفت طبيعة حياتك بعد استخدامك لنظام تجميع وضخ مياه الأمطار؟ تغيرت حياتنا كثيراً نحو الأفضل، فالماء بات متوفراً بشكل دائم بخلاف السابق. في الماضي لم يكن يصلني الماء بسبب عدم توافره في الجوار، أما حالياً لدي ماء، ولكني ما زلت أستخدم نظام التوفير نفسه لأنني اعتدت على أن أحتفظ بالماء للحمام، فأنظف فناء المنزل بماء الغسيل وأغسل مناديل المطبخ بما تبقى من مياه غسل الثياب، وهكذا أحاول الاحتفاظ بها حتى لا تنفذ من عندي. أعلم أحفادي أن عليهم أيضاً أن يقوموا بذات الشيء لأننا لا نعرف كمية الماء التي ستتوفر لنا في المستقبل حتى لو امتلكت خزانات كبيرة جداً. في حال عدم وجود الماء، ماذا سنفعل؟ ماذا سنضع في الخزانات حينها؟ من المستحسن من الآن أن يبدأوا بالتعود على التقشف باستخدام المياه والمحافظة عليها. لكن في السابق كيف كان الوضع؟ هل يمكن أن تعطيني فكرة عن شكل التحديات التي كنتم تواجهونها أثناء الحصول على الماء؟ منذ أن وصلت إلى هنا لم يكن هناك وجود للماء، وكنا نتعذب كثيراً في الحصول عليه. من ثم بدأ عدد السكان يتزايد تدريجياً، وعندها بدأنا بتنظيم أنفسنا لنتمكن من طلب الماء من الحكومة التي كانت ترسل لنا صهريج ماء في كل أسبوع. ولكن بسبب تزايد عدد السكان كنا نحصل على 3 براميل سعة كل منها 200 لتر، ومن هذه البراميل 3 كان يجب أن نقوم بحساباتنا لتكفينا. وعندما زاد عددنا أكثر أصبحنا مضطرين لشراء المياه. المرة الأولى التي اشتريت بها صهريج مياه كان عبر المشاركة مع إخوتي، وكان سعره 40 بيسو، أي ما يزيد عن دولارين، ومنذ ذلك الحين بدأ بالزيادة إلى أن دفعت ثمنه آخر مرة 900 بيسو، أي ما يقارب 48 دولارا. وهذا أمر محزن جداً لأن السعر مرتفع بالنسبة لي، لذلك منذ أن بدأت بتخزين الماء لم أعد بحاجة لشراء أي صهريج. إلى أي مدى تعتقدين أن هذا النظام يشكل حلاً طويل الأمد بالنسبة للمشكلة التي تواجهونها؟ ما نعمل عليه هو تمهيد الطريق لتتمكن كل الناس من الاستفادة من المشروع، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مرتفعة، بحيث يمتلك كل بيت قدرة تخزينية خاصة لتجميع مياه الأمطار. وأعتقد أن هذا الحل عظيم، وإذا تعاونت الناس ووثقت بهذه التجربة ستستطيع تأمين حاجتها من المياه المجمعة والمعقمة لوقت طويل، لأنه برأيي سيكون رائعا إن انتشرت هذه الطريقة وانضمت الحكومة لدعمها عبر الإعلان لتشجيع الناس وتقليص الخوف منها. فالماء الذي سيتجمع سيكون نظيفاً من البداية، وستتعلم الناس كيفية تجميعه وتعقيمه بحيث يحصلون على مياه نظيفة لمدة طويلة. أزمة المياه لا تنحصر ببيوت البلدة الصغيرة التي زرتها اليوم، وإنما هي مشكلة حقيقية لملايين المكسيكيين الذين يعيشون في مدينة المكسيك. الحلول المحلية هي بالتأكيد غيرت من حياة الناس الذين اختبروها، لكن السؤال إلى أي مدى هذه الحلول ستكون مستدامة في المستقبل بالنسبة لأزمة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
كنت سعيد ومحظوظ جدا هنا في المكسيك لأنني زرت أماكن سياحية وتاريخية مهمة. من التقيت بهم كانوا فخورين جدا بماضيهم وعلى أتم استعداد لاستخدام كافة التقنيات للتعرف أكثر على هذا الماضي. نعم، أنا كنت سعيد أيضا بمشاهدة أعلى قمة جبل في المكسيك، وفي هذا المشروع لاحظت أن العلماء في المكسيك يعملون على أن يكونوا ندا للنت مع علماء من جامعة أمريكية عريقة جدا. بالنسبة لي أهم ما حصل في هذه الرحلة أنني اقتربت من سكان محليين هنا في المكسيك، زرت بعضهم في منازلهم، أطلعوني على مشاكلهم اليومية والحلول التي يلجؤون إليها لمواجهة هذه التحديات. أتمنى فعلا أن تحدث فرقا في مستوى عيشهم على المدى البعيد. على كل حال، المكسيك لن تكون محطة فورتك الوحيدة هنا في أمريكا اللاتينية. قريبا حلقة جديدة من بلد قريب. نعم، لن نكشف عن هوية هذا البلد حاليا، ولكن شاهدونا قريبا على شاشة BBC.